اهلا الاخوت، مرحبا بكم. غادي نتعلموا واحد ايديوم اللي كيتستعمل تاعنا كيتستعمل بزاف عندنا في الدارجه، وكنستعملوا بواحد صيغه اخرى في التمازيغ. كاين هنا في انجليش هو كروكودايل تيرز. كروكودايل هو التمساح، الكروكوديل بالفرنسي كروكودايل، كتقرا سي ار او سي او دي اي ال اي كروكودايل. كروكودايل تيرز، تي اي اي ار اس، تيرز هما دموع. كروكودايل تيرز هما دموع التماسيح. دموع التماسيح هما هادو، ماشي هادوك الدموع اللي كي يطلقوهم التماسيح، ماشي تيمساح كيبكي، لا. دموع التماسيح كنقولوهم فاش تكون شي حاجه كذوب ولا exaggerated، يعني غير كيبالغ، فيه المبالغة. يعني هادوك الدموع ماشي ديال بصح، يا إما فيهم المبالغة يا إما ديال الكذوب. وكنقول الإكزامبل اللي اختاريت هنا هو most women cry crocodile tears to get attention. أغلبية ديال العيالات كيبكيو دموع التماسيح باش ترد لهم البال، to get attention، يرد لهم الناس البال، شي واحد ولا شي واحدة باش ترد لهم البال. Most women cry crocodile tears to get attention. Crocodile tears كنقولوا دموع التماسيح. وكاينين بزاف ديال اللي تيرم في التمازيغ، كنقولوا مثلا يمطاون تاروش ناد، المهم شي حاجة بحال هكا. المهم كاينين على حساب الجهه، او الثاني على حساب سوس مثلا كيقولوا امطاون تارو، ماشي حاجه بحال هكا واقيله. يعني راه الدموع ولكن ديال يعني فيك هو فيك نيوز، فيك هذه معروفه بها ترامب، كيقول فيك نيوز يعني خبر غلطه ماشي ديال بصح. فيك تيرز هي دي، فيك تيرز هي كروكودايل تيرز، فيك تيرز يعني المهم راكم فاهمين، راه هذا المثل كاين في بزاف ديال اللغات، كاين في الدارجه. هذا ما كان في هذه الحلقه، تشابتر 17، تلاقاو في تشابتر 18.